رجعنا للمثال الرابع، يقول حل القوة 30، هاي القوة 30 حلها إحداثيات على اليو والفي اكسس، اليو والفي. حل هاي 30 على القوة يو، أحداثي يو وأحداثي في. نجي احنا شو نعتبر؟ نعتبر ان اليو والفي هن مركبات هاي القوة، هن شنو مركبات القوة. اجي ارسم انا راسم هنا السؤال، بس خلينا نبدأ خطوات وياكم. هاي عندي الاولى، اقول اليو ويا الاكس، اذا هاي من اليو. زين بعدين اجي ارسم الاحداثيات مالتي من نهاية اليو الفي ويا من الفي ويا الواي بزاوية 5، اذن الفي الواي بزاوية 5. المحصلة هو قال لك اليد زاوية 30 ويا الاكس، بس لو نجي شوية نثبت ارقامنا، يقول هاي الزاوية قد هاي الصغيرة، هاي 15 وهاي 90. زين القوة هاي 30، اذا هاي تطلع لنا شقد؟ تطلع لنا 45، مجموع مربع مجموع المثلث 140. فصار الرسم عندي هذا شقد زاوية 45، هاي القوة 100 زاوية 105 وهاي زاوية 30. مثل ما نشوف هذا المخطط مالتي، القوة 30 ال اف يو والاف في في اليو والفي. اذا شو اعتبرنا؟ اعتبرنا ان اليو والفي هن شنو مركبات هذه القوه. فابدا اعتبرنا شلون تعلمناهن، هذا وين بالمربع الاول وين الاكس رسمته، هاي الاف يو. اسال نفسي الفي وين صار بالمربع الاول وزاويه 15 رسمته اف في، والقوه المعطيني اياها 30 بزاوية هم بالمربع الأول. هسه صار شين عندي؟ المثلث متوفر به المثلث زوايا 30 وضلع، إذا أقدر أقول إن 30 على ساين 105 يساوي إن الـ FU على ساين اللي قابلها 45 تطلع لنا 22. وأقدر أقول نفس الحالة 30 على 105 يساوي إن الـ FV على ساين 30 اللي قابلها تطلع لنا 15.53. هذا الجزء السؤال الرابع. سؤال خامس يقول إذا علمت أن F فاي 60 والقوة 450، يا هي هاي الفاي هنا 60 والزاوية 45. Determine the result force، احسب محصلة القوة واتجاهها، وقيس أن الاتجاه ويا من ويعكس عقرب الساعة من الـ X positive. يعني شلون اريد يقيس؟ يقيس منه هذا الـ X ونقيس. هسه نسأل نفسنا نفس الحالة خطواتنا، راح نقول ارسم احداثياتي، القوة الاولى بالمربع الاول بزاوية 60، هذا القوة الثانية بالمربع الثالث بزاوية 15 15. إذا المحصلة صار عندي هاي، راح نجي زين هاي الزاوية قد 60، إذا هاي الزاوية كلها لا شوي نمد هذي، هاي كلها قد بالتبادل 60. زين هاي 15، إذا قد ظلتها عندي؟ ظلتها عندي قد هاي 45. هاي القوة مقدارها 450 وهاي القوة مقدارها 700 وهاي الار. زين ار زاوية متقابلها 45 متوفر وضلعي متوفر، اذا شو طبق قانون الكوساين اللي هو 450 تربيع زائد 700 تربيع
ناقص 2 في الأول في كوساين الزاوية 45، تطلع أن القوة جقد مقدارها 497 نيوتن. هسا يريد الزاوية مالتها، هسا خلنا نحسب شني، نحسب يا زاوية اللي تقابل من هسا 45، هاي اللي ظلت 30. هسا نجي إذا قلت ساين هاي 45، المحصلة معلومة، زين أريد أعرف هاي هاي الزاوية كلها إيش قد تقابل 700، تقابل 700 أريد أشوفها إيش قد. فقلت 700 أو ساين ثيتا على 700 يساوي ساين 45 على الآر، تطلع لنا هاي إيش قد مقدارها ثيتا 84.8. شو أضيف لها؟ أضيف لها زائد 60. ليش؟ لأن هو قال عندك تقيس الزاوية عكس يامن عكس عقرب الساعة من الأكس بوزيتيف. يعني أنا قصتها هسه صارت المحصلة هاي زاويتها. إذا أنا شنو هاي كلها اللي تقريبا طلع لنا جيد 144.82. إذا هاي لجينا عرفنا حللنا القوة الأولى. هذا المثال الثاني. المثال الثالث يريد ديترماين ثيتا، أوجد هاي قيمة ثيتا اللي هي مال الذراع القوة مقدارها 8 نيوتن. زين so that لكي تكون محصلة القوة الاف اي والاف بي هي شنو دايركت هوريزونتال، يعني يقول هذا النقوتين يعني محصلتها شو تتجه؟ تتجه يامد ويا الاكس هوريزونتال. نفس الفقرة نجي لو نجي نقول عليها تجي نفس الحالة، ابدي ارسم شنو احداثياتي، اسأل نفسي القوة 800 بزاوية مجهولة، اذا انا بس اعرفها بالمربع الاول بزاويتها مجهولة معروفة، اجي من نهاية هاي القوة شرسم. زين الثانية ويا العمود ويا العمود شو يصير 40، هنا صار عندنا بس الارقام هذه خطا، ويا العمود 40، اذا هسه هذا حط عليه علامة اكس، ليش؟ لانه انا اخذتها ويا الاكس، فيا العمود 40 نجي المحصلة يقول شنو؟ horizontal. فهسه نعد نجي هاي ايش قد؟ هاي 40. زين 40 اذا هاي ايش قد عندي؟ هاي صار عندي ايش قد؟ هاي 50. اوكي زين هاي القوة 8 المحصلة مجهولة، القوة الثانية 6، هاي الزاوية معروفة، ليش؟ ليش هاي ثيتا معروفة أنا؟ هسه نجي، فإذا أخذنا راح نقول ساين، هنسميها هاي ألفا، راح نقول ساين ألفا على 60 على شنو؟ ساين 50 على 8. هسه نحسبها شوي بالحاسبة، نحسبها بالحاسبة، فرعين نقول 6 في ساين 50 يساوي تقسيم 8، هذا الناتج ساين انفرس ساين الناتج مالتي. اذا طلع لنا هاي الزاوية جقد خمسة وثلاثين، إذا خمسة وثلاثين عشان نقول هاي خمسة وثلاثين نقص معدها 90، إذا نطلع النهاية تقريبا 55.
إذن فاي هاي راس إذن أعطانا بقيت 5 إذن فاي صارت له 55 هسه إذن أوكي إذن هسه صار عندي 35 و 50 35 زائد 50 85 النقص معده 180 إذن هاي تطلع لنا الزاوية كلها تقابل لنا ال عندنا 95 هسه لو نجمع 95 و 35 130 و 880 هسه إذا أريد المحصلة يقول R على جيد على 95 يساوي 80 على ساين 50 إذا حتى نحل الآية نقول 80 8 في ساين 95 يساوي تقسيم ساين 50 يطلع لنا الناتج مالتي 10.4 كيلو نيوتن. اذا هذا السؤال حليناه اللي هنا تقريبا المجموعة الاولى من البروبلم على الفيديو الثاني او الثالث هذا.